باعتبار المجلس باليوم الوطني، وكما عودناكم بكل عام ان احنا نقيم احتفال بهذه المناسبة الغالية على الموت كلنا، وهي مناسبة استقلال دولتنا البحرين اللي تم في عام 1971 واللي تحتفل بالمملكة اليوم بيومها الوطني 47. هذا اليوم اكيد يوم عزيز على جمهورنا كلنا، لان البحرين نالت في استقلالها وابتدت في نهضات الحديث واللي تطورت من خلالها الحياة الاجتماعية في البحرين عموما، واصبحت تجاري دول المحيطة بها والدول العالمية ايضا، واصبحت على منقار اليوم من تقدم وازدهار. في هذا اليوم اللي نحتفل فيه او تحتفل فيه جميع الدول، تستذكر هذه الدول انجازاته وما تم تحقيقه عبر السنوات الماضية. يمكن احنا يتزامن اليوم احتفالنا ايضا بانتهاء الانتخابات البلدية والنيابية اللي شهدناها مع مطلع هذا الشهر، واللي اصبح اليوم عندنا مجلس جديد في البرلمان للنواب وايضا للمجالس البلدية. وهذه طبعا خطوة كانت يعني رائدة بالنسبة للبحرين، أن تصبح البحرين دولة ديمقراطية بوجود مجالس منتخبة انطلقت من عام 2002، وسبقها مثل ما تعرفون جميعا تصديق أو تصويت على ميثاق العمل الوطني اللي تم في عام 2001 بنسبة 98.4%، وهي نسبة عالية جدا عليها شعب البحرين لرغبته في التغيير وايضا في الوصول الى حياه ديمقراطيه سليمه يحتكم اليها وتضعها بين مصاف الدول العالميه. من خلال تجاربنا اللي مرت بنا وجدت يعني انا شخصيا اقسم تاريخ البحرين الحديث الى ثلاث مراحل. المرحله الاولى هي مرحله الاستعمار اللي عاشت البحرين حتى عام 1971. ومن سنة 71 لها 1999 أنا ممكن أسميها ذي مرحلة الاستقلال اللي ابتدت البحرين تشكل فيها الوزارات وتشكل فيها المؤسسات وتنهض في التعليم وفي الصحة وبجميع القطاعات، لين أصبحت البحرين من الدول التي تقدم خدمات للمواطن بشكل متميز مثل ما شاهدنا. من بعد 1999 ابتدى مرحلة ثالثة اللي ممكن نطلع عليها اللي هي مرحلة الإصلاح، اللي هي الإصلاح اللي يبتدى بالحياة الديمقراطية وانطلاق المجالس البلدية والنيابية المنتخبة، واللي احنا طبعا مطالبين جميعا ان نسهم فيها وبتطويرها من خلال الترشيح ومن خلال الانتخاب وإيصال ما هو أفضل لهذه المجالس التي نأمل إن شاء الله أن تكون مجالس يعني قادرة على تقديم ما هو قادم على تطوير الحياة النيابية والبرلمانية وأيضا الخدمات البلدية التي نطمح جميعا أن تكون في أفضل صورة. إحنا فقرات الليل إن شاء الله متنوعة ومتعددة مثل ما عودناكم. بنبتدي الفقرة الأولى أن إحنا راح نترك حق الجميع أنه هو يقول كلمته إذا حاب يتكلم عن اليوم الوطني في البحرين، يستعرض بعض الأشياء اللي تحققت، يقدم تهاني. احنا طبعا احنا نمر دائما بالمكرمون على الجميع ونترك له المجال انه هو يعبر اللي حب يعبر. عندنا فقره ثانيه ان شاء الله عندنا تكريمين ان شاء الله راح نتكلم عنه في وقتهم، ونخلي المكرمين الاثنين يتكلمون عن الاشياء اللي احنا راح نكرمهم على اساسها في الفقره الثانيه. عندنا الفقره الثالثه ان شاء الله احنا مثل ما عودناكم كل عام انه تكون عندنا كيكة اليوم الوطني راح نقطعها مع بعض وبهذه المناسبة. والفقرة الثالثة اللي احنا اخرناها شوية هالمرة هي مسابقة الأرقام. المسابقة يمكن اليوم احنا ما اعطيناكم أرقام، ليش؟ لأن فيكم تسمون عندنا لآخر فقرة. يعني اللي عنده رقم يكون موجود، يعني ما نبي واحد عنده رقم ويطلع. الرقم بنوزعه في الأخير وبنسحب عليهم. في 22 جائزة، الجائزة الأولى 100 دينار والجائزة الثانية 50 دينار. وعندنا 20 جائزة متنوعة في الأخير. السحب طبعا يبتدي من الأخير من 22 وأنت طالع للجائزة الأولى. لذلك نتمنى أن الجميع يجتمعون علشان يشارك في المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا بداية أنا أول شيء أشكر الأخوين عبد الله أحمد الناقلي بالكافي على طبعا حرصهم على هذا المجلس الأسبوعي وعلى أمة الشمل طوال أيام السنة بارك الله فيهم والله يجعل إن شاء الله مجلس عامر. بمناسبة العيد الوطني طبعا بلا شك أن الواحد مثل ما تفضل الخليفة أنه يستذكر الإنجازات اللي تحققت في يعني في فترة ما بعد الاستقلال ولله الحمد مثل ما احنا عرفنا طبعا من الاستقلال لغاية اليوم يعني شهدت البحرين العديد من الانجازات سواء في حكم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة أو الانجازات التي تحققت في عهد الملك حمد بن عيسى الخليفة الله يحفظه في ضمن مشروع الإصلاح. فالحمد لله البحرين خطت خطوات كبيرة ومتسارعة وأصبحت في مصاف الديمقراطيات العريقة بفضل وجود المؤسسات الدستورية المختلفة. فإحنا بدورنا طبعا مثل ما احنا عارفين أن نهني أنفسنا نهني وطننا ومثل ما احنا شايفين الحمد لله الفرحة عامة جميع مناطق البحرين وهذه طبعا يجب أن نفتخر جميعا ونعلم أولادنا ونثقفهم بأهمية الوطن وبالإخلاص للوطن وبأيضا الإخلاص والوفاء للقيادة وأن الوطن يعني هو أغلى شيء في نفس أي إنسان ولله الحمد إحنا عايشين في أمن وأمان وهذه أهم شيء. يعني خلنا نلقي نظرة على الدول المجاورة أو الدول الإقليم نشوف أن الصراعات ونشوف عدم وجود أمن وعدم وجود استقرار، فإحنا ولله الحمد عايشين في أمن واستقرار ويجب أن نحافظ على هذه اللحمة الوطنية، يجب أن نحافظ على هذا الأمن والاستقرار ونلتفت عن أي ما يعكر صفو هذا الأخوة والمحبة واللي تربط البحرينيين فيما بينهم بعضهم بعض واللي تربط البحرينيين أيضا بقيادتهم. فلله الحمد نبارك للقيادة الرشيدة ونبارك لأنفسنا ونبارك لعوائلنا بهذه المناسبة السعيدة وإن شاء الله نتمنى أن الأيام الجاية تكون أفضل إن شاء الله في ظل طبعا الانتخابات أو الانتخابات المجلسين البلدي والنيابي. نتمنى منهم إن شاء الله أن يحققون الأفضل الذي لم يتحقق لغاية المجلس السابق. والسلام عليكم ورحمة الله مشكورين. 26/12/2018 كذلك نهني شعبنا الكريم المعطاء بهذا اليوم وفرحة كبيرة ان احنا نحتفل في يعني الاخوان الاعزاء مجلس خليفة الكعبي وابنائه الله يعطيهم الصحة والعافية ويبارك فيهم ويبارك في ابنائهم. وهذه خطة مباركة وجميلة الاحتفال مع الاخوان جميعا. ان شاء الله نقول كل عام وانتم بخير واحنا ان شاء الله باذن الله في نعمة الامن والامان الله يديمهم النعمة اللي افتقدها كثير من الدول وهذه خير وبركة إن شاء الله وللمزيد إن شاء الله عساس يعني نحب نتمنى لأجيالنا وأحفادنا القادمين حياة سعيدة في ظل قيادتنا الحكيمة الرشيدة وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا.